ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي، فوز الأمس على النجم الساحلي. مباراة كانت غاية في الأهمية، مباراة تفرق قوي في مشوار النادي الأهلي الأفريقي بالتحديد في هذه المجموعة المتشابكة والأقوى بكل تأكيد بخصوص كل المجاميع اللي موجودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هي المجموعة الأصعب والأهلي ماشي فيها بشكل جيد، وإحنا الأول حاليا يعني في الجدول للمجموعة، احنا بنحتل المركز الاول برصيد 10 نقاط بعد الجوله الخامسه، بعدين طبعا الهلال والنجم الساحلي 9 نقاط. الامور طبعا يعني مش هتتحسم غير مع نهايه المباراه الاخيره للفرقتين، الاهلي مع الهلال والنجم مع بلاتينيوم. خلينا نتفق ان النجم خلاص يعتبر ايه تاهل، لان المباراه مع بلاتينيوم في رادس فالقصه سهله يعني بالنسبه للنجم، لكن بالنسبه للنادي الاهلي والهلال هتبقى منافسه قويه قوي 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 في مباراه السودان ان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت القادم، واحنا قدها وقدود احنا النادي الاهلي، ونقدر نكسب كمان مش نتعادل بس مع الهلال السوداني. بقى عندنا فرصتين دلوقتي، فرصه التعادل والتاهل وفرصه الفوز والتاهل ايضا، لكن الهزيمه تقصي النادي الاهلي من البطوله لا قدر الله من هذه البطوله، لكن ان شاء الله باذن الله المؤكد المؤكد ان دايما الاهلي هيروح يلعب على الانتصار والفوز، وده طبعا الهدف الاساسي للنادي الاهلي في كل مبارياته، وبخصوص كمان ان انت لما بتروح تلعب مباريات زي دي لو لعبت على التعادل لا قدر الله ممكن تخسر، لا انت بتروح عشان تلعب على الفوز، الفوز هو باذن الله هيحقق الهدف سواء بقى تعادلت او كسبت تصعد باذن الله لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. مباراه كانت كبيره، البعض بيتكلم شويه عن قصه الاداء، ودايما يا جماعه برضه عشان نبقى منطقيين شويه، مش في كل المباريات بيبقى مطلوب اداء خالص، بخصوصا مباريات بحجم مباريات الاهلي والنجم الساحلي من اكبر الفرق في افريقيا النجم الساحلي في الحقيقه، والمنافسه قويه جدا معاه على البطوله بشكل عام مش بس في المجموعه حاليا يعني، فبالتالي بعض المباريات كده بيبقى الاهم فيها الاهم انك تكسب، دي مباريات تخبيط مش مطلوب اداء خالص، احنا كنا عملنا بالاداء ايه قبل كده يعني، الاهم دايما انك تكسب، كسبت امبارح خدت 3 نقاط، مش لازم نتكلم في حته الاداء، طبعا بنتمنى اكيد الاهلي يبقى اداؤه كويس في كل المباريات، لكن في حسابات كده وفي مباريات الاهم بالنسبه لك منها انك تاخد 3 نقاط، وده اللي حصل امبارح، خصوصا في ظل مجموعه زي دي صعبه جدا، فبالتالي فوز مهم واداء معقول بالنسبه للنادي الاهلي، والنتيجه هي الاهم بكل تاكيد في مشوار هذه البطوله، بالتحديد ويا ريت تعرض لنا عماره صور المباراه تاني بتاعت امبارح. السولية في وجهة نظري يعني في وجهة نظري ووجهة نظر ناس كتير جدا أفضل لاعب في هذه المباراة، الشناوي طبعا تألق وعدد كبير جدا من اللاعبين تألقوا يعني، لكن السولية شخصية قوية قوي في الملعب، لعيب الفترة اللي فاتت بصراحة ماشي بشكل ممتاز آخر سنة يعني السنة دي والسنة اللي فاتت، مؤثر جدا، شخصيته قوية جدا في المباريات الكبيرة، يفرق مع النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا، من أبرز اللاعبي خط الوسط حاليا في مصر هو عمرو السولية، فيعني كل التحية لهذا اللاعب، بخلاف أليو ديانج في اول نص ساعة طبعا كان مهتز شوية او كان متوتر شوية، لكن في كورة هي اللي دخلته الماتش، واكيد حضراتكم عارفينها اللي كانت 2-1 ورجع أليو ديانج قطع مسافة كبيرة جدا، سبرنت ممتاز، طلع لعيب النجم الساحلي على طرف الملعب بعد ما كان ممكن يروح على المرمى، وفي الاخر عطل الهجمه، وده دوره في الحقيقه أليو ديانج، وادى مباراه بخلاف اول نص ساعه كانت ممتازه جدا، زي ما قلت لحضراتكم كمان الشناوي بيتالق، والاداء الثابت بتاعه على مدار اخر سنتين برده لعيب وحارس رائع مفيش نقاش عليه يعني. أجاي في المباراة الكبيرة بتلاقيه، أحمد الشيخ امبارح يعني تسبب في الهدف بشكل مميز جدا، وابتدى يبقى عنده الثقة بتاعه المرور 1-1، الفترات اللي فاتت او الماتشات اللي فاتت كان لسه الثقه مش قوي عند احمد الشيخ، لكن مع توالي المباريات وده اللي كنا بناكد عليه امبارح عمل مباراه جيده لحد لما خرج في الشوط الثاني. الكلام بقى على مين؟ الكلام على أليو باجي، وناس كتير جدا بعد ما لعب 3-4 دقائق امبارح تفائلت قوي قوي بأليو باجي مهاجم النادي الاهلي الجديد السنغالي، وفي الحقيقه الراجل يعني لعب حبه قليله قوي، لكن تقدر كده ايه اللي لعب كوره ياخد باله، الراجل يعني كورته حلوه على الارض، سريع، طوله مش مأثر على كنتروله على الكوره اطلاقا يعني، لان دايما بنبقى عارفين اللاعبين الطوال كنترولهم على الكوره بيبقى ضعيف شويه، لا 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 امبارح بيتحكم في الكوره بشكل جيد جدا، بيقف عليها بشكل ممتاز، هي دي اكيد يعني اساسيات لازم تبقى موجوده عند اي لاعب بالتحديد لما يكون في النادي الاهلي، لكن بالتحديد بنتكلم عليها بسبب طوله الزائد يعني او طوله يعني الراجل طويل شويه، لكن في كل الاحوال
لعيب واضح واضح باذن الله تعالى انه هيكون مؤثر مع النادي الاهلي في خط الهجوم، وفعاليه باذن الله هتظهر خلال الفتره الجايه بالنسبه لاليو بادجي. تفاؤل عند كل جمهور النادي الاهلي بهذا اللاعب، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق لاعب النادي الاهلي الجديد خلال الفتره اللي جايه. الاداره الفنيه المستر فايلر الناس تتكلم عليها برده، لكن دايما يا جماعه احنا مش بنبقى موجودين في التدريبات، احنا ما بنبقاش عارفين ظروف كل ماتش ايه، على زي ما بيبقى عارفها طبعا المدير الفني. مستر فايلر واثقين فيه كل الثقه، يعمل اللي هو عايزه الراجل في الماتشات، الاهم بالنسبه لنا في الاخر النتائج. النتائج بتتحقق لحد دلوقتي سواء محليا او افريقيا، ان شاء الله نتمنى الاستمراريه لمدرب بشخصيه كبيره جدا هو مستر ريني فايلر.